جمال مع الله تحلو الحياة وقلبي لي تبتل صياما دعاء نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا نصوم نقوم ونحيا. نعم أجمل إذا عشنا مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اليوم نريد أن نتخذ قرارا نتعرف عليه ونتعرف على هذا المعنى العظيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قرار جديد اليوم مع أعظم كلمة. إي وربي أعظم كلمة، كلمة التوحيد ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. لا إله. ما رفعت السماوات وما بسطت الأراضين وما نصبت الجبال وما أجريت البحار وما شق الله الأنهار وما خلق الإنسان وما كور الليل على النهار وما أرسل الرسل وما أنزلت الكتب إلا من أجل أن يقال على هذه الأرض لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. أبو حسين، لا إله إلا الله لها شروط، كما أن للمفتاح أسنان كذلك لا إله إلا الله لها شروط. نبي نعرف الشروط. قال العلماء: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. مرة ثانية لازم عشان نحفظها. العلم واليقين والقبول، يعني العلم واليقين والقبول، والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. يعني نبي الشرح الحين. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وكذلك ختم العلماء بشرط ثامن وهو الكفر بالطاغوت. من أجل ذلك يجب علينا أن نحقق الشروط من أجل أن ندخل الجنة. لأنه كيف يحقق الواحد كل شرط من هذه الشروط؟ أن يعلم معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أن لا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس. سبحان الله. وهذا يحقق معنى الإخلاص اللي احنا ننشدها، وهو شرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. نعم، يخلص الإنسان مع الله عز وجل في هذه الكلمة حتى يدخل جنة عرضها الأرض والسماء. لأن حق على الله عز وجل أن يدخل الجنة كل من قال لا إله إلا الله قالها خالصا بها من قلبه. شلون خالصا؟ شنو معنى خالصا؟ يعني ما عنده شك ولا ريب في هذه الكلمة، وأن الله عز وجل هو المتفرد، وأن الله عز وجل هو الخالق، وأن يتعلم هذه الكلمة شروطها وأركانها ويبدأ في التطبيق وفي العمل ويحقق أنواع التوحيد الثلاثة. ها؟ نعم. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله. أن يعلم من الذي خلق السماء إلا الله، ومن الذي بسط الأرض، ومن الذي نصب الجبال، من الذي ينزل الأمطار، من الذي خلقنا وشق أسماعنا وأبصارنا، من الذي يحرك قلوبنا إلا الله سبحانه وتعالى. والتوحيد الثاني توحيد الربوبية، هو وأيضا التوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. أن نصلي لله، وأن نزكي لله، وأن نصوم لله، وأن نصوم لله، وأن نخشى الله، وأن لا نخاف إلا الله، وأن نذبح لله. قل إن
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. توحيد الأسماء والصفات أن يتعلمها وأن يدعو الله عز وجل بها، هذا هو التوحيد، أن يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الكلمة لها قيمة ولها معنى، من تمسك بها رفعه الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. زبيدة زوجة هارون الرشيد حفرت بئر من العراق وأجرت بئر وعين من العراق إلى مكة من أجل أن تسقي حجاج وزوار بيت الله الحرام، يا سلام، وعلمت 40,000 جارية القرآن. لما ماتت رأوها في المنام فقالوا ماذا صنع الله بك؟ قالت أدخلني الله الجنة. قالوا وبما؟ إيش الشيء اللي دخلك الله به الجنة؟ قال بركعتين كنت أركعها قبل الفجر ثم أدور وأجول وأقول لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أبو حسين، الإنسان إذا حقق معنى لا إله إلا الله إيش له؟ الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لنتخذ القرار أعزائي المشاهدين لنحقق مقتضى هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لتكون الحياة أجمل. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رب العالمين. نتوب نذوب استياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله حياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.